الابكار اللي قايل المحليات الاصايل على بركتي اعلنت هذه الانطلاقه ونسير مباشره الى المقدمه شوط والى الصداره والى المركز الاول. هناك من تتواجد في المركز الاول جواهر من هجن الرياسه بقياده مبارك بن احمد بن مقدم لنا جواهر في مقدمه شوط، بينما المركز الثاني من تاتينا في ثاني المراكز تصل هنا بشعار هجن الرياسة بتواجد صالح مسعيد بالعري في عملية التضمير والتدريب واللي هي وصلت الشاهينية في ثاني المراكز القادمة على ثالث المراكز. في هذه اللحظات خيرة على ثالث المراكز من هجن الرياسة ليتواجد راشد بن محمد بسم المنصوري من قدم مستحيل وقدم كفو ليتواجد في هذه الانطلاقة، بينما المركز الرابع القادمة هناك وقود على رابع المراكز لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد الهيان ناجم بن علي الغيلاني في عملية التضمير والتدريب، بينما المركز الخامس المنطلقة هملولة لمعالي الشيخ محمد بن بطيال الحامد ليتواجد مختار بن احمد في عملية التضمير سادس المراكز لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان محفوظ بخميس الينيبي في عملية التضمير والتدريب، بينما المركز السابع المنطلقة من الجانب الاخر هناك تصل طيف لسمو الشيخ الهيان بن ذياب السيف الهيان الصادق فضل الامين في عملية التضمير والتدريب، وصلت الطيارة في هذه اللحظات من هجن الرياسة عيسى بن احمد بن مايد الخيالي يضمرها هنا تأتينا في هذه اللحظات على المركز الثامن والمركز التاسع. هنا الثرية تصل لسمو الشيخ احمد بن سعيد المكتوم يتواجد احمد بن سيف الغويص في عملية التضمير والتدريب، بينما النقلة مباشرة الى عاشر المراكز ليجد هنا الشاهينية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهيد المكتوم حمد بن خميس الغويص في عملية التضمير والتدريب. هذه هي النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة، ولكن أعود إلى صدارة الشوط على الانطلاق الأول ما شاء الله تبارك الله. هذه هي خير مشاهدينا متابعين الكرام المركز الثاني، هنا تأتينا جواهر من هجن الرياسة المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي، هنا أكتفي بهذا القدر وأعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، الانطلاق مع خيرة الثلاثمائة متر النهائية والأخيرة خيرة خيرة. من تختار المركز الأول؟ من تختار هنا هذا الرقم؟ من تنطلق بهذا الشعار؟ الله الله خيرة على صدارة، بدأ خط النهاية يقترب من خيرة، وأيضا هنا خيرة تذهب بهذا الفوز وهذا السلام لهجن الرياسة. تهانينا تهانينا والناموس لهجن الرياسة والتهنئة للمرة الثالثة للسيد راشد بن محمد بسم المنصوري لحظاته الوصول ما شاء الله تبارك الله. المركز الثاني وصلت هناك جواهر من هجن الرياسة، المركز الثالث هملولة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان، رابعا وصلت الشاهينية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم، المركز الخامس سرابة من هجن الرياسة. هكذا هي انطلاقتنا مشاهدينا متابعينا الكرام. أعود بالتوقيت الزمني توقيت خيرة، تهانينا لهجن الرياسة وتهانينا لراشد بن محمد بسم المنصوري، 7 دقائق 42 ثانية وفاء وتماما وكمالا. المركز الثاني وصلت جواهر من هجن الرياسة، تهانينا لهجن الرياسة الثاني المبارك بن احمد بن مايد الخيلي، 7 دقائق 43 ثانية جزءا واحدا من الثانية، تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث وصلت هناك هملولة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان، تهانينا والناموس. الثاني موصول المحفوظ بخميس الينيبي، 7 دقائق 49 ثانية 6 جزاء من الثانية، تهانينا والناموس.